نعمل الحلو مؤخرا انتشر واحد المقطع ديال الفيديو ديال واحد الشخص اللي شارك معك في الاغنيه ديال الغزاله زاكوره، اللي في هذا الفيديو هذا كيقول بانك نصبتي عليه وبانه ما توصلش بالمساحقات ديالو مقابل الكورال ولا الغناء ديالو معك في الاغنيه. شنو الرد ديالك على هذه القضيه؟ هذاك الفيديو شفتو، هذاك السيد خدم معايا كورال لان الكلمات والالحان ديالي والغناء ديالي، وفرض علي من المجلس الاقليمي ديال زاكوره لانه يمثل واحد اللون فولكلوري. جا عطاوه سياره، داته جابته من زاكوره الدار البيضاء، وجود ليالي في الاوتيل، وعطاوه 5000 درهم ودوز معايا 10 دقائق ولا 15 دقيقه في الاستوديو، وخدا 5000 درهم هما اللي عطاوها له، وقال لهم شكرا. ودازت عام وخرج الفيديو بغى يستفزنا، قال لك انا بغيت 20 مليون. دونك الا شفتي الفيديو غتلقى بانه الانتاج ماشي ديالي، انا ما عندي حتى علاقه بالانتاج. انا اتصلت به، نعم، قلت له الا باقي تحاول تخسر السمعه ديالي غادي ندعيك، فصمت الى الابد، يمارسوا الابتزاز الرخيص فقط. انا بعيد على هادشي. اذا انت بعيد على التهمه هذه جدا، ما يمكنش من نهار خلقيت اليوم ندير لشي واحد رزقه. نعم، الحلو كيبان من خلال تصريحاته وخرجاته بان عنده شخصيه قويه. شنو هي نقطه الضعف ديال نعمان الحلو؟ امتى كيضعف نعمان؟ انا في كل ما هو صغير، طفل صغير، حيوان صغير، مؤخرا عشنا واحد الدرام كبير، واحد الدراما كبيره. احد الصديقات ديالنا عندها بنيته عندها 4 سنوات، وقعت من الشرفه من الطابق الرابع وماتت. يمكن اكثر مره حزنت فيها في حياتي، حزن حزن ومازال. دونك كل ما هو صغير هو نقطه ضعف. شنو اكبر خطا ارتكبه نعمان الحلو في مساره الفني كامل؟ والله ما نعرف، انا كلي اخطاء ولكن ما تندمش، ربما لان ربي عطاني واحد النعمه جميله هي نعمه النسيان. ما كاينش شي حاجه سميتها خطا، كاين حاجه سميتها درس. حاجه الخايبه تتعلم منها درس، انا مازال تنتعلم. كان عندك بعض التصريحات لبعض وسائل الاعلام بخصوص بعض الفنانين، انت اللي جبتي لي الصداع، عطيتي رايك، انت اللي جبتي لي الصداع معاهم، انت رشيد. لا والله الا انت، واش تقلقوا عليك هاد الناس هادو؟ تقلقوا، مازالين مقلقين. انت سولتيني عرفتيني غنجاوبك بالصراحه اليومين هذا، والله الا مازالين. انت جبتي لي الصداع، انت واحد من الناس اللي جبت لي الصداع. مي بون، ما نعاودش، ما تعاودش. انا نقول الصراحه، فهمتي، غنقول ربما اقل الحده نقصت. نقدر هذه المره تسولني نقول لك ما نجاوبكش وصافي. عندك صداقات كثيره في الميدان الفني ولا لا؟ ولا العكس؟ لا، تنبغيهم كاملين، تيبغوني كاملين، ولكن ما تن العشره ديالي ما كايناش معهم، يعني ما تلقانيش في السهرات، الاشياء الاجتماعيه، الحفلات. انا تنعيش في واحد الوحدانيه، واصدقائي الكبار هما بناتي ومرتي وخوتي. الله يخليهم لك. الله يحفظك.